وصلت نورا إلى البيت ودخلت غرفتها دون أن تتكلم مع أحد. لحقتها أمها قلقة وقالت لها: أراك حزينة يا ابنتي. ردت نورا: صديقتي سارة يا أمي. قالت الأم: هل جرى لها شيء؟ قالت نورا: إنها بخير، ولكنها غاضبة مني وقالت إنها لن تتحدث معي بعد اليوم. قالت الأم: ولماذا قالت ذلك؟ قالت نورا: لقد أخبرتني أمراً وطلبت مني أن أكتمه ولا أخبر أحداً، ووعدتها بذلك، ولكني أخبرت ليلى بالسر فعلمت سارة وغضبت مني. قالت الأم: ولماذا فعلت ذلك يا ابنتي؟ فالإنسان يجب أن يكون أميناً على أسرار الناس وأخبارهم حتى يكون موضع محبتهم وثقتهم، وخير مثال تقتدين به في ذلك الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد كان غلاماً صغيراً وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي له حاجة، فذهب أنس ليقضي ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتأخر عن العودة إلى منزله، فسألته أمه عن سبب تأخره فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر. فقالت له: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قالت نورا: سأتصل بسارة لأعتذر إليها وأعدها ألا أذيع سرا لأحد بعد اليوم.